إنه ليس مبنى مهجورا، بل أنه زمن توقف في ساعة الحلة القديمة بمحافظة بابل التي تعتلي بناية بلدية المدينة منذ أكثر من 60 عاما. ساعة الحلة التي تعد أحد الرموز الحضارية التي اعتاد سكان المدينة على رؤيتها وسماع صوتها. وضعت الساعة وهي بريطانية الصنع على أهم بناية في الحلة، وهي بناية بلدية الحلة التي صممها المعمار المعروف محمد مكي رحمه الله، وهي ذات 4 وجوه وكانت تؤشر للزمن بشكل دقيق جدا. معاصرون للساعة قالوا إنها أصبحت معطلة بشكل كامل، مؤكدين أنها لم تحظى بأي اهتمام حكومي من قبل المسؤولين في المحافظة. الساعة معطلة وأصبحت مخزنا للأوراق وأعشاش الحمام الطيور، ولن نجد يد العون تمد إليها. أغلب اللي تولوا إدارة محافظة بابل لم يولوا أي اهتمام لهذه الساعة. ساعة سكتت بسبب إهمال الجهات المعنية لها بعد أن كانت دقاتها تسمع في جميع أنحاء المدينة. إن كانت تدوق إحنا أطفال نوقف نتجمع بهاي الساحة الكبار اللي هسه بيها الأسد، هذا شو اسمه الكبار القائمة المقامية، حتى لما نسمع صوت الدقات مالتها وعرفنا انه هاي الدق من احنا اطفال، بالوحده الدق دقه وحده، بالثنتين الدق كذا، لو توصل للنص يعني هاي كليتها يعني افتهمناها من هاي الساعه اللي كانت. سكان مدينه الحله ناشدوا الجهات الحكوميه في محافظه بابل للاهتمام بالساعه واعادتها للعمل كما في سابق عهدها. سيد محافظ بابل، الساده اعضاء مجلس المحافظه، الاهتمام بالساعة شوفوها لشوفوها، هاي الساعة اللي بالخمسينات والستينات كانت تاريخ محافظة بابل ومهملة صار عشرات السنين، اهتموا بيها مناشدة من مواطن بسيط. وفي الوقت الذي تدرج الأمم المتحدة مدينة بابل الأثرية على قائمة التراث العالمي، تنضم ساعة الحلة التي تقع في مركز المحافظة لقائمة التراث العراقي الميت سريريا كغيره من أوجه الحياة في العراق.